قصة حديقتنا الجميلة من قناة ساوند كيوب عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. قصتنا اليوم عن حديقتنا الجميلة. كان هناك بياض وسواد، أرنبان صديقان يعيشان معا في بيت صغير في مدينة الأرانب. هما يحبان الزهور كثيرا، لذا يذهبان كل يوم إلى الحديقة الكبيرة لمشاهدة الزهور والاستمتاع برائحتها. وعندما يعودان للمنزل ينزعجان من منظر بيتهما، وهو محاط بتراب جاف لا زرع فيه ولا شجر ولا زهر. وفي صباح يوم من الأيام كان سواد يشعر ببعض التعب، فقال لبياض: اذهب يا صديقي للحديقة الكبيرة، فأنا لا أستطيع الذهاب معك اليوم، فهي بعيدة وأنا متعب. خرج بياض من المنزل وهو لا يريد الذهاب للحديقة دون صديقه، وفجأة خطرت بباله فكرة. رجع للبيت وقال لسواد: لن أذهب للحديقة وحدي، بل سأحضر الحديقة وسنجلس فيها معا. وخرج من المنزل مسرعا ومعه دلو ومجرفة، رش الأرض من حول المنزل بالماء، ثم حفر مجموعة كبيرة من الحفر الصغيرة حول المنزل، وأخذ الدلو في يده وأسرع لبائع الزهور. واشترى بياض مجموعة كبيرة من شتلات الزهور والأشجار، وعاد ليزرعها حول المنزل. وبعد انتهائه نادى صديقه سوادا ليرى المفاجأة الجميلة، حديقة مزهرة جميلة حول منزلهم الصغير. فرح سواد كثيرا، واتفق مع صديقه بياض على التعاون مع الاهتمام بحديقتهما كي تبقى مزهرة خضراء وجميلة. أرجو أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيوب هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم. شاركوها واشتركوا وابقوا معنا.